فهمي عضو مجلس اداره هنا وسكرتير عام الكاف زي ما والده مراد فهمي عليه رحمه الله سكرتير عام ولم يقبل طلب الاهلي بالتوقف او تاجيل مباراه جيتي زوزو في 81 اسبوع واحد فقط. دي حقائق تاريخيه. انت لما اديت الاهلي 40 نقطه الزمالك 37 نقطه بنفس المسطره. لما في 97 دوري ابطال افريقيا اتغير وبقى من مجموعات وبدا له فلوس وبدات عدد مبارياته تزيد زاد نقطه عن ابطال الكاس اللي اندمجت لاحقا في كاس الاتحاد وطلعوا بطوله الكونفدراليه او كاس الاتحاد الافريقي وساعتها ادوا السوبر نقطه. مصطفى فهمي لو عايز يتعنت ضد الزمالك زي ما بتحاولوا تروجوا ما كانش في 97 ادوا نقطه للسوبر بتاعه الزمالك بتاع 94 اللي كانت على حساب الاهلي، لكن رجع اداله نقطه لانه ادى كل فرق السوبر الا افريقي نقطه، انما الافرو اسيوي لا ادى الاهلي ولا ادى الزمالك، يبقى ليه هو ضد الزمالك؟ خلاص بقى يعني هو دي سايبينها لفطنه ومتابعه وتحليل الارقام لسال المشاهدين، لان الحقيقه الموضوع اعتقد بمنتهى الموضوعيه قتل بحثا. ده قتل بحثا وانصف الاهلي من قناه الزمالك الشقيق. يعني ان الدكتور فيكن يستضاف ودي يعني حاجه جميله جدا للنادي الاهلي ان المساله تحسم من هنا. فتطلع رويترز لا هو فيكن لا جاي بره الاهلي ولا جاي ينصف زمالك. بيقول اللي حصل. هو عوضه قال انا ما كنتش مع المعايير دي لكن هي دي اللي حصلت. بالظبط. فالحقيقه انصفت. طبعا كان حصول الاهلي على لقب نادي القرن وقتها على موقع الاتحاد الدولي اللي برضه الناس بتلزق فيه حاجات ما قالهاش ملوش علاقه بالموضوع، لكن موقع الاتحاد الدولي نقلت عنه رويترز اعلان بطل نادي القرن